بيان عاجل من الرئاسة المصرية عن سد النهضة، وبيان في منتهى الأهمية عن شعب مصر السودان وعلاقته بسد النهضة. في خبر مفاجئ، أمريكا تفرض عقوبات على مصريين اثنين وثلاث أتراك لصلتهم بالقاعدة. وعاجل تفاصيل وفاة مخرج كبير مصري، ننشر لحضراتكم التفاصيل. ووالد الفتاة المنتحرة في مول سيتي ستارز يفجر مفاجأة عن أسباب انتحار بنته. وعاجل الرئيس السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع سجون بمصر قريبا. وبيان عاجل من شيخ الأزهر عن الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وجمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من الرئاسة المصرية عن سد النهضة، وبيان في منتهى الأهمية عن شعب مصر والسودان وعلاقته بسد النهضة. قال المتحدث باسم رئاسة مصر السفير بسام راضي إن مجلس الأمن حث أطراف ملف سد النهضة على العودة فورا للمفاوضات ضمن المسار الإفريقي والوصول لاتفاق عادل وقانوني ملزم. وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية مساء الخميس أن مرور 10 سنوات تعد مدة كبيرة في قضية محل تفاوض على الساحة الدولية. أكد أن موقف مصر واضح وثابت بشأن القضية، وأوضح أن كل ما تريده مصر هو تطبيق مبادئ القانون الدولي ولا أكثر من هذا. متابعا، إثيوبيا لها الحق في التنمية، لكن هناك 120 مليون مواطن في مصر والسودان لهم الحق في الحياة وحقوق مكتسبة تاريخية وفق القواعد الدولية والقانون الدولي الذي ينظم الاستخدام المشترك لمياه الأنهار العابرة للحدود. ونوه إلى أن مصر تعاني من الجفاف وندرة المياه، خاصة أنها تعد من الدول الفقيرة مائيا بحسب التصنيف الدولي الصادر من الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن تكون الأمور بالملف خيرا خلال الفترة المقبلة. وعن رد الفعل الإثيوبي عقب: لا نرغب في استباق الأحداث والحكم سريعا على ردود الأفعال. مصر ربحت بشكل كبير بالبيان الصادر من مجلس الأمن، ويتم اتخاذ آليات على مستوى الوزارات المعنية وتفعيلها خلال الفترة المقبلة. وجدد التأكيد على أهمية خطوة مجلس الأمن لأنها تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية. أضاف أن البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، فضلا عن أن وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. طبعا أنه يطلع مجلس الأمن ويقول أنه يجب على الأطراف الثلاثة الوصول لحل قانوني ملزم، ده يخلي إثيوبيا في وضع هي عمرها ما تحبه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ووالد الفتاة المنتحرة في مول سيتي ستارز يفجر مفاجأة عن أسباب انتحار بنته. قال والد فتاة مول سيتي ستارز في مصر أمام جهات التحقيق إن بنته انتحرت داخل مول سيتي ستارز بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة. وأوضح أنه قام بمنع بنته من الخروج بشكل مستمر مع أصدقائها. وأوضح أنه كان يطلب منها عدم الخروج من المنزل بشكل يومي، وأنها كانت تتشاجر معه بسبب التضييق عليها وتقول له: أنا بخرج مع صحباتي البنات وزملائي في الكلية. فكان الأب يوافق مرة ويرفض مرة أخرى. وأضاف أنه لم يكن يعرف بموعد أو مكان انتحار بنته سوى بعد أن ألقت بنفسها. أشار إلى أنه عرف من قبل المباحث أنها توفت بعد أن تم نقلها إلى مستشفى ربع العدوية، وإن بنته كانت مع زميلتها نيرة طالبة في كلية طب الأسنان. وقالت صديقة فتاة مول سيتي ستارز في محضر الشرطة إنها كانت مع صديقتها ميار داخل كافيه
سيلينترو بسيتي ستارز حتى الساعة 5 مساء، وانصرفت وتركتها بمفردها مؤكدة أن صديقتها المتوفية تعاني من حالة نفسية واكتئاب شديد لشعورها بالاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهلها، وأن المتوفية أخبرتها برغبتها في الانتحار لكنها لم تكن متخيلة أن الفتاة سوف تنفذ ما قالته له. وأفادت تحريات المباحث بأن فتاة مول سيتي ستارز انتحرت بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات. مصدر معانا كان من الوطن، ربنا يرحمها ويغفر لها إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، الرئيس السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع سجون بمصر قريبا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر، وهو الأول من بين 7 أو 8 سجون سيتم إنشاؤهم. ولفت الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 9 المذاع على التلفزيون المصري إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون من بين 7 أو 8 سيتم إنشاؤهم في مصر، واستطرد بالقول: الجميع سيشاهدون كما من الحركة والرعاية الطبية والإنسانية والثقافية والإصلاحية العالية جدا. وتابع الرئيس السيسي: حتى لو أن هناك إنسانا أذنب فلن نعاقبه مرتين، ولكن بشكل آدمي وإنساني، وهذا ما سنراه في هذا المجمع. مصدر معنا كان من بوابة الأهرام المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني من وجهة نظري الأهم من سجن الإنسان هو يعني إعادة تأهيله للعمل أو الاندماج وسط المجتمع مرة أخرى. شيء مهم جدا أن يبقى في نوع من أنواع التهذيب والإصلاح بشكل إيجابي، عشان إن شاء الله يكون بعد كده إيجابي في المجتمع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي خبر مفاجئ، أمريكا تفرض عقوبات على مصريين 2 و3 أتراك لصلتهم بالقاعدة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 5 أشخاص هم 3 أتراك ومصريان 2 لصلاتهم بتنظيم القاعدة. وقال مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكي في بيان له إن فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص ليهدف إلى قطع التمويل عن تنظيم القاعدة وتدمير الشبكات التي تقدم الدعم المالي لها. وأدرج على قائمة العقوبات المدعو مجدي سالم، وهو محامي مصري مقيم في تركيا. قالت عنه الخزانة الأمريكية إنه المشرف الأساسي على العديد من أنشطة القاعدة في تركيا. وأصبح على القائمة السوداء أيضا المصري المدعو محمد نصر الدين الغزلاني، التي تقول واشنطن إنه حول الأموال لدعم القاعدة و3 مواطنين أتراك على صلة بها. المصدر معنا كان من وكالات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل وفاة مخرج كبير مصري. وتوفى أمس الخميس المخرج السينمائي المصري طارق المرغني، نجل شقيق الفنان ضياء المرغني عن عمر 66 سنة. وقالت الكاتبة خيرية شعلانة زوجة شقيق الفنان ضياء المرغني على حسابها على فيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج السينمائي طارق المرغني زوج الدكتورة سامية المرغني وابن شقيق الكاتب الصحفي رجاء المرغني. يذكر أن المخرج طارق المرغني من مواليد عام 55، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 82، وبدأ العمل السينمائي عام 95 كمساعد مخرج مع المخرجين عاطف الطيب وعلي بدرخان، وهذا الأخير الذي قدم معه فيلمين هما الجوع والرغبة. مصدر معنا كان من أرتي، ربنا يرحمه إن شاء الله ويغفر له بإذن الله. انتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من شيخ الأزهر عن الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن القضية الفلسطينية قضية الأزهر والمسلمين الأولى، وسيظل نضال الشعب العربي المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة مصدر فخر وعز وإلهام. وأكد خلال استقباله محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين
ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، سيظل نضال شعبها العربي المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة مصدر فخر وعز وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم، وسيظل الإرهاب الصهيوني دليلا دامغا على اختلال قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن جهود الأزهر ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه الجهود التي لا تتوقف، وأن الأزهر اكتسب عالميته من رسالته ودوره العالمي الذي ظل على مدار أكثر من 1000 عام في خدمة قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي. مصدر معنا كامل المصريون طبعا يعني قضية فلسطين هي قضية عربية، قضية المسلمين الأولى، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر يعني سريع، وتونس تعرب عن استغرابها من بيان الخارجية الإثيوبي حول سد النهضة. وأعربت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها مما تضمنه بيان الخارجية الإثيوبي من تشكيك في التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية في المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن. وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: اعتمد مجلس الأمن يوم 15 سبتمبر 2021 بيانا رئاسيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي، وقد تقدمت تونس بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها بالبعد الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤولياتها في مجلس الأمن، وتقسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض. وذكرت الوزارة في بيانها أن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كل الأطراف المعنية ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاكل كل الأطراف ومصالحها ويضمن حقها في التنمية ويبعد المنطقة عن أي توترات. وقالت: بقدر ما تقدر تونس علاقات التعاون مع جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، فهي تعبر عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر 15 سبتمبر تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الإفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن. وأكدت الوزارة التونسية أنه تم منذ بداية التفاوض حول مشروع البيان التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كل الدول المعنية، وأن هذه المبادرة موجهة ضد أي طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء وتثمين الدور المحوري للاتحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصل لحل توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كل الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكل جدية في التوصل إلى نص متوازن تضمن مختلف المقترحات المقدمة من قبل الدول المعنية. مصدر معنا كان من وزارة الخارجية التونسية، وهذا كان رد وزارة الخارجية التونسية على البيان العجيب والتهكمات من الخارجية الإثيوبية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.